مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم. في حلقه اليوم نناقش موضوعين اساسيين. الموضوع الاول ربما هو الذي صنع الجدل اليوم وصنع الحدث في المجلس الشعبي الوطني، حيث صدق نواب هذا المجلس بالاجماع على مشروع قانون التقاعد مع اجراء مجموعه من التعديلات التي كانت بامر شخصي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، حيث تم الغاء شرط السن على العمال الذين تجاوزت مده عملهم ال 32 سنة، وهذا طيلة 3 سنوات المقبلة. موضوعنا الثاني يتعلق بالملتقى الذي نظمته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتعاون مع العديد من الهيئات الأممية وكذلك الإقليمية حول مفهوم جديد ربما دخل في القاموس السكاني الجزائري، وهو العوائد الديموغرافية. نعم، سوف نتحدث حول هذا المفهوم، لكن قبل هذا أسعد بنهى زحاف وبالرابعة اليوم وما جدت به الصحافة اليوم. أهلا بك علي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. إذن علي، تنوعت المنشطات التي خرجت بها الصحف الصادرة لنهار اليوم بين البلاد التي عنونت على صدر صفحتها الأولى تقول: هكذا تسحب النقاط 24 من رخصة السياقة والبلاد تنشر كل تفاصيل قانون المرور الجديد. وقالت وقت الجزائر بخصوص ذلك بأنها غرامة ثقيلة لملء الخزينة العمومية، فيما كتبت النهار عن ملف التربية قائلة: رسميا بكالوريا 2017 في 3 أيام، فيما تم تأجيل العمل بمبدأ التقويم المستمر إلى الدورة المقبلة. الفجر من جهتها تحدثت عن المؤتمر الوزاري لمنظمة الأوبك في فيينا وعنونت تقول: مستقبل برميل النفط يتحدد اليوم، التصويت على المقترح الجزائري في فيينا. وأفادت الخبر: الصين تفجر الأفلان في البرلمان، حرب بين الرئيس والخليفة ومسؤول الكتلة جميعي. هذا علي بالنسبة لأهم العناوين الرئيسية التي خرجت بها صحف صادرة لنهار اليوم. ننتقل الآن إلى الرواسد والكواليس وأسواق الكلام كذلك التي رصدتها صحافة اليوم، والبداية ستكون مع جريدة الفجر التي تساءلت في صفحتها أرتيلا تقول: ماذا يحدث بالجامعات يا معالي الوزير؟ حيث تعرض الطالبان في البيولوجيا للضرب المبرح في جامعة باب الزوار من طرف أعوان الأمن، ما أجبر التكتل الطلابي لإعلان إضراب وطني شامل يوم 4 ديسمبر، تضامنا أيضا مع طلبة الصيدلة في ظل غلق كافة مسابقات التوظيف بوجه هذه النوابغ التي تحملها الجامعات. إذن علي، مستقبل الطلبة على كف عفريت. نعم، وأي طلبة؟ طلبة الصيدلة، هؤلاء ربما الذين يحصلون على معدلات أعلى 15 16 17 18 وما إلى ذلك، إذا كان التقشف ربما هو خيار صعب فلا يجب أن نستهدف الفئات التي نعتمد عليها. تقشفوا في كل شيء إلا في النوابغ، ويعني أنه ولا تلومهم بعد ذلك وتقول الهجرة. نعم، هجرة الأدمغة. الكثير من الدول تنظر إلى هذه النوابغ كالفريسة التي تنقض عليها، لا يجب أن نضيع، وهي رأس مال الحقيقي للبلد. صحيح، يعني. صحيح. ننتقل علي إلى جريدة أخرى، هي جريدة البلاد التي كتبت في صفحتها الراصد تقول: لا مشكلة ولا سوء تفاهم، حيث نفى وزير السكن عبد المجيد تبون أن تكون أقول له مشكلة أو سوء تفاهم مع الوزير الأول عبد الملك سلال، مفندا كلما روج مؤخرا من هواة قراءة الفنجان وترويج الإشاعات حسب قول تبون في حديثه لموقع تيسا، مضيفا أن نفسي مددت الموعد النهائي بخصوص البنايات غير المكتملة لأول مرة في عام 2013، ومفيدا بأن تعليمة الوزير الأول جاءت لتفادي الوقوع في خسائر يتكبدها المواطن والحكومة في الوقت نفسه. سمنا على عسل بنت بونس الله. نعم، علي. نتمنى، سواء كانت هذه الإشاعات يعني خاطئة مغرضة أو فيها شيء من الصحة، نتمنى أن تبتعد الحساسيات الشخصية وأن تبتعد الخلافات الشخصية إن وجدت. طبعا سيد تبون نفى هذا، يجب أن تبتعد عن مصالح المواطنين، خصوصا السكن وما أدراك ما السكن، خاصة السكن، حتى يكون المواطن متصالح على الأقل مع حاله. وسمنا على عسل. شكرا. كذلك ننتقل علي كذلك إلى جريدة وقت الجزائر التي كتبت في صفحتها مسات تقول: طلعي وصور زوخ، حيث قال وزير النقل والأشعار العمومية بجمعة طلعي على هامش ندوة صحفية نظمها أمس الأول بمنتدى المجاهد أن صور والي العاصمة عبد القادر زوخ التي تربعت على صفحات الفيسبوك حول حفرة بن عكنون أظهره وقول في
فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه ممثل في أحد أفلام الأكشن في هوليوود، الأمر الذي خلق جوا لطيفا في القاعة، علما أن الوزير كان يتحدث عن الصورة وفي نفس الوقت حاول البحث في هاتفه الشخصي على حسابه في الفيسبوك. إذن علي، بالنسبة لطلعي زوخ ممثل هوليوودي بن نعم بيز. وجميل ربما أن نجد مسؤولين جزائريين يتعاملون بروح رياضية مع النكت وبعض الأحيان بعض السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يدل على شيء، يدل على أنه فيه ثقافة معينة تعامل إلكتروني. فيبقى أنه الشخص لما يكون وزير أو والي أو شخصية عامة دائما ما يتم تناوله، يعني هو ليس طبعا بعيد. ويبقى أهم يعني معالجة هي المعالجة بالروح الرياضية، خاصة أنه هذا المواقع تشكل وزن ثقيل جدا في التسويق السياسي بالنسبة لهؤلاء السياسيين. وهذه ربما تصريحات سيد طلعي سوف تكون لها أثر إيجابي في نفوس الشبان، في نظرتهم وعلاقتهم وصورة هذا الوزير. طبعا ننتقل علي إلى العمود، عمود اليوم. المقال التحليلي الذي اخترناه يعود للكاتب الصحفي في جريدة الشروق جمال العلامي، الذي كتب يقول: هزيمة الدلاع والبيض. وزارتا التجارة والفلاحة بعدما فشلتا صيفا في السيطرة على أسعار الدلاع تفشل شتاء في ضبط تسعيرة البيض، وهذا دليل آخر على أن المشكلة في الصرامة والرقابة وسيف الحجاج وليس في قانون العرض والطلب الذي يسري في مختلف البقاع بطريقة منظمة إلا في أسواقنا، فإنه ما زال أسير العشوائية وربما الفوضى المنظمة. عندما يتجاوز يا عجب يا ربي كما يقول الكاتب سعر حبة البيض 15 دينار، فهذا لا ينبغي فقط أقول فهنا لا ينبغي فقط تحرك مصالح التجارة والفلاحة، ولكن على كل الحكومة أن تتحرك لتفسر للمستهلكين هذه الزيادات الغريبة التي انتقلت من البريستيج إلى استهداف القدرة الشرائية لعامة الجزائريين بضرب أكل الفقراء. وأضاف الكاتب يقول: مشروع مراجعة الدعم وحكاية استفادة الشاقي والباقي والباكي من أموال السوسيال يجب أن ينجح، فمن غير المعقول أن يتزحم الوزير والمدير والمير والغفير وسائق الحمير في نفس الطابور الذي يوزع الخبز والزيت والسكر والحليب بالتسعيرات المحددة أساسا للمعدومين وضعيفي الدخل. فعلا من المضحكات المبكيات أن يتساوى الجميع في التعريف باسم العدالة الاجتماعية ويصغرون ويكبرون في الأجور بحجة أن الله خلق وفرق. يقول جمال العلامي علي، ماذا تقول أنت؟ نعم، أنا أقول أنه ربما السوسيال أو دعم الدولة لبعض المنتجات هو يكون غير عادل لما يكون عادل، يعني مثل ما قال السيد الإعلامي الوزير والمدير بين يعني والمواطن البسيط، هذا يكون غير عادل. وأيضا عنده علامة أخرى في المقال أنه تحدث عن البيض والدلاع، يعني مثل ما نقول بالدرجة كل منتوج يربي شلاغمه في موسمه طبعا. يعني مثلا الدلاع كان صيفا والبيض شتاء، أما المواطن البسيط فيبقى يكدح ويبقى يطمع يعاني. ويبقى يشتهي هذه المأكولات صيفا وشتاء للأسف. نحن نتحدث لا نتحدث عن الكيوي أم عن الكافيار، نتحدث أم عن منتجات أساسية، دلاع وبيض مش كثير. نعم. على المواطن الجزائري، ومن حق المواطن الجزائري أنه يستمتع كذلك حتى بالأكلات البريستيج يعني. المهم ما طلبهاش هو. المهم في انتظار إن شاء الله أن تتحقق جميع مطالب هذا المواطن. هذا ما لدي اليوم علي، أشكركم مشاهدينا الكرام، نلتقي غدا في نفس الموعد بإذن الله. شكرا جزيلا لك زميلتي نهى وفقرة الرابعة اليوم. مشاهدينا الكرام، البلد اليوم متواصلة والنقاش بعد قليل حول قانون التقاعد، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موضوع النقاش الأول اليوم في حصة البلاد اليوم، يتعلق بالحدث الحدث في المجلس الشعبي الوطني، حيث تم التصويت على مشروع قانون التقاعد مع إدخال مجموعة من التعديلات أهمها إعفاء من استمروا في العمل لطيلة 32 سنة من التقاعد بشرط السن. وللحديث عن هذا الموضوع ربما كنا نتمنى أن يكون معنا ضيوف هنا في الاستوديو، لكن تعذر على مجموعة من الضيوف دفعة واحدة الالتحاق بنا لسبب أو لآخر آخر، ولهذا سنضطر لأن نحصل على آراء مختلف الأطراف عبر الهاتف. معنا أولا عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني السيد عبد الكريم منصوري، نرحب به شاكرين عبر الهاتف. أهلا بك سيد منصوري.
اهلا وسهلا بكم. نعم سيد منصور، اذا اليوم تم تصويت على مشروع قانون التقاعد، لو تشرح لنا بالضبط ما الذي حصل، يعني كيف كان المشروع وما الذي احدثته فيه هذه التعديلات؟ والله هو بصفه عامه يعني القانون يعني جاء بعد يعني هو ناتج عن المشاورات بين الثلاثيه ارباب العمل من جهه والحكومه من جهه اخرى وممثلي الطبقة الشغيلة المتمثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكانت في الثلاثية بعض النقابات حاضرة. إذن بعد الثلاثية هذه نتج عنها أن يكون مشروع هذا القانون ليعدل قانون التقاعد في الجزائر وبإلغاء الأمرية الصادرة سنة 97. جاء القانون هذا للجنة، درست اللجنة، كانت فيها مشاورات مع عدة أطراف، مع الحكومة، مع ممثلي العمال، مع بعض الخبراء، مع الصاهرين المديرين على مختلف الصناديق. ولكن بعد العملية هذا تتل يعني المناقشات في المجلس الشعبي الوطني، ثم اليوم التصويت ودراسة التعديلات. هناك تعديلات تمت في على مستوى اللجنة، وأنا واحد من الناس الذي قدم ثلاث تعديلات. ما هي أهم هذه التعديلات سيد منصوري حتى نميز بين التعديلات التي قيل أنها يعني تمت بأمر مباشر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبين التعديلات التي تمت في اللجنة؟ في اللجنة ما الذي عدلتم؟ بعد يعني في الوهلة الأولى طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحق للحكومة أو لمكتب اللجنة المختصة إدخال تعديلات أو اقتراح مادة جديدة قبل التصويت على مشروع القانون، وهو ما تم اليوم على لسان السيد الغازي محمد وزير العمل، انطلاقا من تعليمات السيد رئيس الجمهورية، وهو إدخال تعديل بمادة كما ذكرت آنفا يعني يمكن للعامل الإحالة على التقاعد بعد إنجاز 32 سنة عمل وتقديم مشاركات في هذا الصندوق يحق له. لكن هذه التعديلات سيد منصوري، هذه التعديلات يعني فقط لمدة 3 سنوات، يعني بعد 3 سنوات من بداية من عام 2019 يعني تصبح غير سارية. أكيد شفني داني أجيبك من الأخير يعني. هو كما تعلم أن القانون أو سن القوانين في القانون لا يعتبر قرآنا، فيمكن بعد سنتين أو سنتين حسب الظروف السياسية الاجتماعية الاقتصادية والأمنية يمكن تغيير أي قانون، يعني سنة تقدر تغيره في أي لحظة، لان هذا ما هوش الواحد يقول لك انا هذا الامر راح يكون دائم ولا لا. احنا جاء التعديل من الحكومه يستمر هذا لمده سنتين، وبعد سنتين يرحمها ربي واش راح يكون من وضع اخر، والقوانين يعني راح تكون ساريه المفعول يعني وفق الظروف مع الظروف يعني انذاك. نعم سيد منصوري، ربما حصل تعديل في مادة معينة، لكن أنت تعلم والجميع يعلم بأن النقابات، هذه النقابات المستقلة التي احتجت بشدة على مشروع قانون التقاعد الذي أصبح اليوم فعلا هو قانون يعني بدرجة أولى، ما زالت يعني مجلس الأمة لم يصوت عليه، احتجت على أمور أخرى، ألا تخشون ربما أنه هذا سوف لن يوقف ولن يخمد من نار الاحتجاجات المختلفة؟ والله هو يعني في العمل النقابي هو عمل يعني مكفول به قانون، والقانون الجزائري يعني أعطى يعني صلاحيات للنقابة باش كي تناغل وتعبر عن آرائها، وباب المفاوضات والمشاورات يعني مفتوح للجميع، يعني كل واحد يعني في من الأحسن أن يكون واحد يكون يستعمل سياسة خذ وطالب يعني في الأمر اللي أنا ما نقدروش، ولكن يكون يعني في أطر قانونية للعمل بالمطالب للمطالب يعني للقاعدة الشغيلة عبر ممثليها الشرعيين. نعم، وكيف ربما تقرأ تدخل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شخصيا من أجل أن بعض التعديلات، كيف تقرأ هذه الخطوة؟
هو يعني هو في الحقيقة لا كلام يعلو بعد كلام رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية تدخل شخصيا استجابة للمطالب القاعدية للعمال حتى يكون يعني مرونة وتعاطي مع هذا القانون الجديد، وأكيد سينزل بردا وسلاما على فئة كبيرة من العمال الطالبين للتقاعد يعني المسبق بصفة عامة. نعم، وربما هل تعتقد سيد منصوري أنه هذه الخطوة وهذا التعديل ربما سوف يجعل النقابات المختلفة خصوصا النقابات المستقلة تعيد الحسابات وتعامل يعني ببراغماتية وبليونة مع مختلف القرارات، أم أن هذا ربما سيشجعها؟ هي ربما تقول أننا لما احتججنا، لما نفذنا تلك الوقفة الاحتجاجية سمع صوتنا ويعني وصرى هذا التعديل الجزئي نوعا ما. يعني هو النقابة يعني أنا أعرف جيدا هذا الممثلي العمال يعني والنقابات، لأنني قبل ما أكون نائب كنت مارست العمل النقابي من قبل، والنقابات يعني هي فئة أغلبهم فئة يعني مثقفة وفئة وطنية تعي ما تفعل، والعمل اللي قامت به يعني استطعت أن تصل صوتها لمختلف الشرائح والطبقات يعني في المجتمع الجزائري، سواء كانت عن طريق ممثلي الشعب أو الهيئة التنفيذية في حد ذاتها، ويعني هي العمل يعني متواصل. ولكن من جانب الثاني أن نراعي نحن في وضعية أن نراعي الوضع المالي والاجتماعي للبلاد حتى نصدر يعني قرارات يعني تكون مناسبة. وأنا طلبت من قبل يعني في عدة تدخلات أن ينبغي توسيع المشاورات وعدم الإقصاء، لأن عن طريق باب المشاورات ربما يعطوك اقتراحات لن تكن تنتظرها أنت أو تطلبها. سيد منصوري، سؤال أخير، ربما البعض رأى في تدخل الرئيس وإجراء هذا التعديل في بعض مشروع قانون التقاعد أنه ضربة في الصميم للبرلمان وللحكومة، وكأن هذا البرلمان وهذه الحكومة كانت تزايد في التقشف على المواطنين وعلى العمال. لا، هي أولا سياسة تقشف غير معتمدة في الجزائر، ولكن هي سياسة ترشيد الإنفاق العمومي. أنتم ترونه ترشيدا، البعض يراه تقشف وشد حزام يعني أكثر من اللازم، يعني خصوصا النقابات المستقلة. ألو ألو، هل السيد منصوري لا يزال معنا؟ دفع بأشياء نعم. يعني لا تليق بسمعة الجزائر، لأن البدائل والحلول غير موجودة حاليا. نعم، هل بهذا السيد منصوري نكون أو يمكن أن نقول أننا طوينا صفحة هذا التشنج حول قانون التقاعد؟ والله شوف، ما دام كائن هناك عمل فالتقاعد يبقى مطروح، ولكن يعني كل قطاع يعني الباب مازال مفتوح امام يعني انجاز قائمه المهن يعني الصعبه، ولكن انا اخشى ان فتح هذا الباب للمهن الصعبه يعني فتح باب للتاويلات والاحتجاجات الى غير ذلك، فهذا أمر يعني في اعتقادي ينبغي إعادة النظر فيه بكيفية وبإمعان وعدم التسرع وإشراك جميع الطبقات. يعني ما زال فيه مطبات أخرى، ما زال فيه أمور أخرى يمكن؟ في اعتقادي أنا الشخصي، أنا قلت لك لأن هذا يفتح باب التأويلات، لأن كل مهنة وكل وظيفة صاحبها يطالب بأنني هذه مهنتي صعبة على الأخرى، وبالتالي يطلب يعني الإجراءات يعني المتخذة مع لإرساء يعني مواد القانون يعني للتقاعد المسبق. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الكريم منصوري عضو لجنة المالية والميزانية في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني، أشكرك جزيل الشكر على هذه التحليلات وعلى هذه الإفادات، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدنا الكرام، نواصل الحديث حول هذا الموضوع، ربما بعد فاصل قصير إن شاء الله سوف نتحدث مع نقابات في مختلف القطاعات حتى نبحث كيف نظرت إلى اعتماد وإلى تصويت المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون التقاعد، وماذا عن هذا التعديل الذي جاء بأمر من رئيس الجمهورية. بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا لبحث الحدث اليوم، حيث صوت النواب والمجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون التقاعد مع تعديل واحد فقط خاص فئة العمال الذين فاقت مدة عملهم 32 سنة حيث لم يعد تقاعدهم مربوطا بشرط السن. طبعا ومواصلة في معرفة ردود فعل مختلف الأطراف وآراء مختلف الأطراف حول التصويت على هذا القانون، يلتحق معنا الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية ممارسي الصحة العمومية. دكتور مرابط أولا مرحبا بك. مرحبا. أهلا دكتور مرابط. إذا تم التصويت اليوم على مشروع قانون التقاعد، هذا المشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل وأثار الكثير من الاحتجاجات، ونقابتكم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية كانت من النقابات التي عبرت عن رفضها واحتجت. كيف تنظرون إلى القانون وهو يمر من الغرفة الأولى؟ اولا بالنسبه على مستوى المبدا يعني تمرير القانون ولا التصويت عليه باغلبيه، هذا الشيء كان منتظر يعني ماهوش مفاجاه. الشيء اللي ممكن نثمنوه وهو انه يعني فيه تحول على مستوى الاقتراحات ولا الشكل اللي كان مقترح به مشروع القانون، بما انه اليوم على مستوى يعني التصويت يعني كان فيه تعديل بعد تدخل السيد رئيس الجمهوريه. نعم. هذا الشيء اللي ناكدوا عليه كذلك، وهو مشكور، وهو مشكور لانه في اخر المطاف يعني الحراك اللي راه على مستوى الشارع، الاحتجاجات اللي باسم التكتل النقابي المستقل، المرافعه اللي كانت منذ اسابيع على مستوى هذا التكتل النقابي، وكل المجهودات اللي بذلناها باش يعني تتحرك الاطراف المسؤوله. صحيح، وانه ربما يعني النقابات، اسمح لي فقط دكتور، انه النقابات كثير من النقابات اللي تحدثنا معها كانت ربما قد يئست من اي تغير في البرلمان او اي تغير في مستوى الحكومه، وجهت خطابها مباشره الى رئيس الجمهوريه وقالت انه الامل الوحيد في اي تعديل يبقى على مستوى الرئيس. هذا هو يعني بالطبع هذا الشيء اللي راني ناكد عليه، ونقول انه الحتميه يعني امر النواب يعني على اغلبيتهم يعني ميؤوس منه، انا شي فهمناه منذ مده، وحتى على مستوى هذا التعديل ما جاش باسم النواب الاغلبيه، جاء بقرار ولا تدخل لرئيس الجمهوريه مباشره، وهو مشكور على ذلك. وهذا الشيء اللي خلينا نقوله انه يعني من 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 بدايه الامر كان في امكانيه انه نتريث، كان في امكانيه انه يتم كيفاش نقولوا يعني تعديل بعض. نعم. الاقتراحات اللي كانت موجوده على مستوى المشروع. نعم. الذي يعني اغلق عليه حتى على مستوى لجنه البرلمان، اللجنه المختصه، كان فيه مشكله على مستوى التقرير التمهيدي على مستوى اللجنه، كان فيه مشكله على مستوى اداره النقاش. نعم سيد مرابط، فقط للامانه ربما تحدثنا ايضا مع النواب في البرلمان وفي لجنه الماليه، قال لك حتى انه نواب في لجنه الماليه اعطوا اقتراحات لتعديلات معينه. يعني كان قال لك لو لم نعدل نحن ولم نسعى يعني لكي تكون هذه المواد يعني في صالح العمال وفي صالح الطبقه الشغيله لكان القانون يعني اكثر حده واكثر قسوه. ما هو المام بالشكل يعني اللي تم المصادقه عليه، احنا ماناش يعني ماناش راضيين 100%، احنا نقولوا باللي فيه متنفس يعني تاع بالنسبه ل 32 سنه دون انه يكون مشروط ب 60 سنه. وهذا اللي حيخلي يعني لطيله سنتين، في مده تاع سنتين يخلي هذا الامكانيه للكثير من العمال والعاملات خاصه في القطاع الاقتصادي، يعني نقولها كذلك في الوظيفه العموميه ولكن خاصه في القطاع الاقتصادي. نعم. باش يتمكنوا يستمروا في الاستفاده من التقاعد تاعهم. واش انتم لما يلغى هذا الشرط يا دكتور وفي نفس الوقت يربط بمده زمنيه حوالي 3 سنوات، ما يزعجكمش هذا الامر بعض الشيء؟ علاش راني نقول لك بلي ماهوش حل نهائي، ولكن يعني فيه تغيير على مستوى الاقتراح الاول. وهذا خير دليل على انه الحكومه كانت عندها الورقه هذه من الاول، كانت قادره تفتح المجال للحوار، تتريث، وكان ممكن يتم يعني تاجيل يعني دخول تطبيق هذه القرارات يعني الجائره، نقول بهذا لان تعيد النظر ولا تضرب في الصميم يعني حقوقا مكتسبه للعمال والموظفين منذ اكثر من 20 سنه. وكان إما يعني ممكن انه يفتح المجال للنقابات المستقله باش تشارك داخل هذا الحوار والتفاوض، ونخرج مع بعض جاذبيه مع بعض بما فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بما فيها الحكومه وارباب العمل، بصيغه توافقيه لترضي ولا تحقق حق الجميع. دكتور مرابط، سؤالي الاخير، فضلت
نعم. سؤال الأخير دكتور، هل ب ربما القانون ومشروع القانون قد مر من الغرفة السفلى، وأكيد وهذا هو المعروف في الجزائر أنه سيمر حتما في الغرفة العليا للبرلمان في مجلس الأمة، هل يمكن أن نقول أن قانون التقاعد خصوصا في هذه الفترة على الأقل قد طوي ملفه نهائيا؟ لا أظن ذلك، لا أظن ذلك صراحة، لأنه الإشكالية ما زالها قائمة. أولا لمعالجة خلالات الميزانية على مستوى الصناديق ابدا لن يكون هذا الحل، لان الحلول مرتبطه بتمويل الصناديق، والحلول لازم يجب ان يعني نجدها في امور اخرى ولا في مواضع اخرى. على مستوى ال 32 سنه راح يكون تؤجل، نعم، حتى انها ربطت بفئه قليله، يعني حسب ما يشير لي الزملاء اللي كانوا هناك في المجلس الشعبي الوطني 58 59 سنه، يعني حتى هذه الزياده وراهي مربوطه عمريا ومربوطه زمنيا. يعطيك الصحة، دونك احنا شايفين انه هو حل جزئي لمشكلة قائمة بذاتها. فوالا سيكون مسكنا مهدئا نوعا ما، ولكن لظرف وجيز جدا. بالنسبة للتقاعد النسبي الإشكال يبقى قائم وقائم بذاته، لأنه لا شيء تغير، كان بودنا كذلك يكون فيه تأجيل على مستوى التقاعد النسبي. نعم. وفتح المجال باش نتناقشوا مع بعض ونشوفوا ما هي الحلول البديلة التي يمكن أن نتركها على مستوى قرارات الحكومة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على هذه الإفادات. نعم، هذا كان رأي الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. الآن يلتحق معنا حول ذات الموضوع الأستاذ فرحات شابخ، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية. أهلا بك أستاذ شابخ. أهلا أهلا. نعم أستاذ شابخ، إذا الغرفة السفلى في البرلمان المجلس الشعبي الوطني يصوت على مشروع قانون التقاعد، أنتم في الاتحادية الوطنية لعمال التربية كيف نظرتم وكيف تنظرون إلى هذا التصويت؟ اولا بالدرجه الاولى نشكر رئيس الجمهوريه في الحقيقه اللي لبى ممكن طلب، علما بان منذ مده الامين العام للاتحاد العمال الجزائريين دار هذا الاقتراح على اساس على الاقل كمرحله انتقاليه بين الالغاء مرحله انتقاليه، احنا طلبنا بين ثلاث سنين ربع سنين، ولكن رئيس الجمهوريه اظن لبى الطالب وهو سنتين، وهذا نظن لان تقريبا العدد تاع الذين يطلبون التقاعد في الحقيقه هو تقريبا هذه السنه والسنه الجايه راهو عدد مرتفع، ثم فيما بعد ينقص العدد بشيء. هذا فقط انا نظن رئيس الجمهوريه طبعا اخذ هذا القرار طبعا اللي على مستوى المجلس الشعبي الوطني اللي صدقوا عليه، وهو يخدم في صالح العمال على الاقل يكون لقطاع التربيه بالدرجه الاولى ولبقيه القطاعات التحضير، يعني بعد سنتين على الاقل ممكن لتحضير الامتحانات المهنيه للتوظيف الى اخره، يكون عندنا الوقت اللازم، لان نعم. هذه تعطيك بالوقت اللازم، لكن البعض يرى فيها انه فيه بعض نقص ما في المطالب التي تم تحقيقها. استاذ شابخ يقول لك انه لما نحدوا هذا المشروع هذا القانون بثلاث سنوات، وانه لما يكون خادم 32 سنه ولازم يكون في عمره في عام 2017 58 وفي عام 2018 59، فيه نوع من التقييد، يعني انه الفئه اللي راح تستفاد منه لازم قليله. هي لازم نعرفوا ما هو لماذا اخذ هذا القرار من قبل. احنا قلنا بان صندوق التقاعد الان ما راهوش قادر يلبي تقريبا كل الطلبات تاع المتقاعدين، يعني يجب ان نرجع الى الوضع الاقتصادي. الاقتصادي مربوط بالوضع الاقتصادي، على الاقل يعطي الفرصه، وخاصه اللي كانوا ممكن السنه المقبله ان شاء الله ياخذوا التقاعد ممكن نوعا ما صدموا. انا راني ننتظر الان راح يكون تراجع كبير لعمال قطاع التربيه وممكن حتى قطاع الصحه ولا بعض القطاعات اللي ممكن حتى بعد سنتين على الاقل باش يقدروا يديوا ممكن التقاعد، راني متاكد. وكذلك طبعا لازم نعرفوا بان اذا بقينا على الحال معناها صندوق التقاعد ما راهش في عد، لازم نعرفوا الامور. انا نظن الى اعطى سنتين وهو انا رئيس جمهوريه نوعا ما لبى طلب، خاصه نقولوا ممكن حتى على مستوى ممكن النواب تاع المجلس الشعبي الوطني اللي طالبوا على الاقل بتمديد ولو كمرحله انتقاليه سنتين او ثلاثه، رئيس الجمهوريه اظن لبى طلب، لذلك نقدروا بالدرجه الاولى نشكروه اللي دائما كما يقولوا يتابع متطلعات ومطالب في الحقيقه. نعم. الشعب الجزائري وخاصه العمال. استاذ شابخ، ربما بالتصويت على مشروع قانون التقاعد في المجلس الشعبي الوطني و
اكيد انه ربما في نسبه كبيره انه سوف يتم تمريره ايضا في المجلس الامه في الغرفه العليا. هل يمكن ان نقول اننا تجاوزنا ربما تلك الفترة من الصدامات، الفترة من الجدل حول قانون التقاعد، وأن الأمور سوف تعود إلى سابق عهدها، إلى حالتها الطبيعية في الكثير من القطاعات وبالأخص قطاع التربية الذي هو أيضا تأثر بالحركة الاحتجاجية؟ في حقا إذا كانت مطالب نقدية وندفع العمال أظن ممكن قرار رئيس الجمهورية وهو اقتراحه يكفي. أما إذا كانت هناك مآرب أخرى كانت امور سياسيه، راني متاكد ممكن بلي مجموعه كبيره يقول لك لا ما يكفيش، لان كاين بعض الناس وبدون قصد باش ما نقول بعض الناس ماذا يروحوا ابو تاع الحاله، لان ممكن ما لقاوش ملفات اللي يخلطوا بها باش نكونوا الامور واضحه وضوح الشمس. انا نظن هذا راه يكفي لما يكفي كمرحله. الان حنا نتمناو هذه السنتين على الاقل نحاولوا نلقاو مصادر لتموين الصندوق. وإذا لقينا مصادر تم الصندوق راني متأكد ممكن بعد سنتين راح نواصلوا، وخاصة على 30 سنة. لذلك الآن يجب كلنا نصب ما هي الطرق اللي لقاو عن طريق ممكن مختلف الضرائب اللي موجودة تاع التدخين، اللي ممكن ضرائب تاع البنزين، ولما لا ضرائب على لا فورتون، على الثروة. ربما سؤال أخير أستاذ شابخ، لازم تسمح لي بنكمل الفكرة، يساهموا ممكن لهذا الصندوق على الأقل باش نضمنوا المنحة تاع المتقاعدين اللي راحوا منذ زمان. سؤال أخير أستاذ شابخ، ربما تقول لك النقابات المستقلة في صار فيه تعديل يعني في اتجاه مطالبها، في اتجاه اللي كانت هي حبته، تقول لك هذا النقابات تقول لك هذا جبناه باحتجاجنا، وان النقابات اللي ما تحتجش ما تحصلش على ربما امور يمكن تكون في صالحها في مشاريع القوانين. لا هي معروفه، هي معروفه هذه النقابات. اظن هذه النقابات جات بعد ما كنا احنا اللي كنا نحتجوا واحنا كنا نجيبوا، واغلب المطالب اللي راهي موجوده الان جابها الاتحاد العام، الاتحاد العام العمال الجزائريين، لان يهضروا واش يحب. انا يهمني الان وهو اعطاء استقرار للبلاد، ان البلاد راهي في ازمه اقتصاديه. انا ما يهمنيش الان شكون جاب، احنا كذلك لو كان كل واحد اللي يجيب لازم مستقبلا يولي واحد يدير يجيب غير المناضلين تاعو ونشوفوا الاسره يجيبوا. لازم نعرفوا بان الهدف الاساسي وهو ان استقرار البلاد، استقرار قطاع التربيه بالدرجه الاولى، استقرار قطاع نوعا ما قطاع الصحه، هذا هو الهدف. اما الان شكون جاب وشكون ما جابش هذا كلام زايد. نعم، وحنا نعرفوا المزايدات. اشكرك جزيل الشكر، وصلت لأن الفكره. لان هذا الاقتراح له مده وانتم على بالكم به، الامين العام تاع الاتحاد العام وبدات عن طريق اظن وسائل الاعلام قررنا بان المركزيه النقابيه راهي اقترحت البقعه 30 سنه. اشكرك بلي ماشي وصلت الفكره. وصلت الفكره هذا استاذ فهد، يعني فقط الاحتجاج هو اللي يجيب، كاين كذلك التفاوض وعده امور جبناها بالتفاوض. وصلت الفكره استاذ فرحات شابخ الامين العام للاتحاديه الوطنيه لعمال التربيه، اشكرك جزيل الشكر كنت معنا. لا، عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، بهذا نطوي ملف موضوعنا الاول للنقاش في حصه اليوم من البلاد اليوم. بعد قليل وبعد الفاصل حديث عن المؤتمر والملتقى الذي نظمته وزاره الصحه والسكان واصلاح المستشفيات حول العوائد الديموغرافيه، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثالث من حصة اليوم من البلاد اليوم، والذي نخصصه للحديث عن الملتقى الذي نظمته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية. طبعا كان موضوع هذا الملتقى هو دراسة العوائد الديموغرافية والاستثمار في الشباب والمرأة. ماذا يدل هذا المصطلح العوائد الديموغرافية، ربما هذا المصطلح الجديد الذي دخل في الاستعمال، كيف يمكن أن ننمي عوائدنا الديموغرافية، وكيف يمكن أن نستغل هذه الفترة الديموغرافية التي يصفها الكثير من الخبراء أنها فترة ذهبية حيث تغلب على الديموغرافيا الجزائر فئة الشباب. طبعا يحضر معنا في هذه الحلقة أو في هذا الموضوع السيدة نادية جرعون، مديرة فرعية للاستشراف واليقظة الديموغرافية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أهلا بك سيدتي. أهلا بك سيدي. أهلاً. وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. مرحبا. إذا السيدة نادية جرعون، نعرف دائما نحن الجزائريين الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الصحة نتحدث عليها كثير، إصلاح المستشفيات كثير أيضا لأنه مرتبطين. هذا في كل وسط السكان، اليوم هو حديث حول هذا المؤتمر، الملتقى هذا سيدتي. أولا لماذا هذا المؤتمر، يتساءل المواطن الجزائري، العائد الديموغرافي
نتساءل ما هو العائد الديمغرافي ولماذا هذا المؤتمر في هذا التوقيت؟ شكرا سيدي الكريم. سؤالكم وجيه. السكان هو يعني السكان هم في قلب كل سياسة أو برنامج أو استراتيجية أو خطة تنموية. يعني كل ما نفعله من أجل السكان. هذا مفروغ منه سواء على في قطاع الصحة، في قطاع التربية، في قطاع العمل. صحيح. فهو يعني في قلب كل الانشغالات. والقضايا السكانية لا تهم وزارة الصحة والسكان وصلاح المستشفيات وحدها كقطاع، وإن كانت هي ربما المعنية به مباشرة. فهو يعني من مسؤولياتها أو من مهامها. فهي تحتوي على هذا الشق اللي هو شق السكان. يعني تجتمع مجموعة كبيرة من المجهودات المتضافرة من قطاعات عدة لتلتقي في هذا المشهد العام وهو قطاع السكان. صح. إذن لماذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات؟ نعم. في هذه الفترة أو في السنوات القليلة الماضية أصبحت كل الدول تهتم بهذه القضية على المستوى الدولي أو الجهوي أو القاري. يعني أصبحت من الأساسيات. لأن الآن الدول والأمم تريد أن تعود إلى ثرواتها البشرية. العودة إلى الثروة البشرية. وبما أن أقول أن الدول هناك بعض الدول التي تمر بأزمات مالية أو أزمات من نوع آخر، فهي تريد أن تستثمر أكثر في العنصر البشري. هذه الطاقة البشرية. فتمت لقاءات ومؤتمرات مباحثات وأعمال علمية، يعني بحوث دراسات لدراسة هذه القضية على المستوى الدولي والإفريقي والجهوي كما قلت. وتمت عدة مؤتمرات في هذه المناطق التي ذكرتها. صحيح. وهنا ربما مهدت كلها لهذا المؤتمر الذي احتضنته الجزائر بالفعل. والذي رعته وزارة الصحة والسكان إصلاح المستشفيات. نعم. بالشراكة مع صندوق بالشراكة مع هذه الهيئات المتحدة وحتى الجامعة العربية. نعم سيدتي، ربما لنعود إلى هذا المصطلح اللي هو عنوان هذا المؤتمر، العوائد الديمغرافية. شكرا. وش المقصود بها بالضبط؟ شكرا. قبل أن أجيبكم على هذا السؤال، بالفعل ما تفضلت به آنفا فقد كرست يعني تتويجا لهذه الأعمال واللقاءات والدراسات والاهتمام بهذا العهد الديمغرافي، كرست سنة على المستوى القاري يعني على مستوى أفريقيا، كرست سنة 2017 كسنة لتحقيق العائد الديمغرافي في القارة الإفريقية. نعم. يعني هذا تحدي بدأ على مستوى قاري. على مستوى قاري. إذن سنة 2017 كرست كشعارها يعني هو استغلال العائد الديمغرافي. نعم. في هذا السياق يعني ارتأينا مع شركائنا بصندوق مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر أن ننظم هذا المؤتمر الذي يهدف اولا الى تحديد او توحيد مفهوم العائد الديمغرافي الذي ستطرق اليه بعد قليل. يعني هو في الاصل ما كانش هناك مفهوم محدد حول هذا الموضوع. كانت مجموعه من التعريفات المختلفه من هنا وهناك. هذا المؤتمر يريد ان يوحد هذه الرؤى حول مفهوم محدد. شكرا بارك الله فيك. وحتى هذه المفاهيم المتنوعه لم تكن مفهومه جيدا لدى مستوعبه لدى جميع الفئات ولدى جميع المعنيين. إذن الهدف الأول من هذا الملتقى هو بلورة مفهوم موحد ومشترك حول العائد الديمغرافي. الهدف الثاني للمؤتمر هو تبادل الخبرات مع البلدان التي سبقتنا في استغلال هذا العائد الديمغرافي، سواء كان على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدولي. وهذا ما يفسر
تنوع نعم. المدعوين اللي جاءوا من مناطق من مختلفة. مختلفة نعم. وش ربما سيدتي انت حضرتي هذا الملتقى، ما هي أهم التجارب وأهم الأمور اللي لفتتك وانت تتابعي المداخلات وتتابعي أهم ما جاءت بهذا الوفود يعني؟ سنصل إلى هذا بعد قليل، لكن سأعطيك الهدف الثالث من إنشاء من تنظيم هذا الملتقى اللي هو يعني من أهم الأهداف، وهو تبني أو وضع خارطة طريق وطنية لاستغلال العائد الديموغرافي. أذكر فقط أنه ربما في يومين أمس واليوم كان هناك مؤتمر دولي، غدا إن شاء الله راح يكون فيه مؤتمر وطني. بالضبط. بدأنا يومين أمس واليوم مع إخواننا وأشقائنا وأصدقائنا اللي أتوا وتحدثوا لنا عن تجاربهم وعن، لكن يوم الغد سيخصص للخبراء الجزائريين الذين حضروا بكثرة. يعني نعود ونرجع إحنا لداخلنا. الداخل بالطبع، لأننا من بين الأهداف هي استقاء الخبرات ما قامت به الدول الأخرى للاستفادة منه. صحيح. عندنا لربح الوقت. صحيح. لأن ممكن أشياء يعني تم قيام بها في دول أخرى نستغلها مباشرة، لماذا نعيد مباشرة. يعطيك صحة، نربح الوقت. دونك غدوة إن شاء الله الخبراء تاعنا اللي نشكرهم يعني من كل قلبي، ونشكر كل الحاضرين وحتى المنظمين استجابوا بصفة يعني جيدة، من يعني ديموغرافيين إحصائيين يعني جامعيين استجابوا، اتخذ جميع الخبرات باش تحاول تبلور مفهوم وطني للعائد الديموغرافي. تتفي والمفهوم العائد الديموغرافي، وأكثر من ذلك وضع خارطة طريق يعني لي تكون يعني هي توصلنا باش نستفيدوا من هذا العائد الديموغرافي يعني، ويكون يعني هذا العائد الديموغرافي تاعنا ايجابي، لانه الديموغرافيا دائما تحمل في طياتها امورا هي ايجابيه في جهه وسلبيه في جهه اخرى. سيده ناديه جرعون، يعني لو نشوفوا ديموغرافيا الجزائر كيفاش تصفيها انت اليوم هذا الديموغرافيا بكل تشكيلاتها؟ هل ترين انه هذا الديموغرافيا يعني تناسب انطلاقة اقتصادية، تناسب يعني انطلاقة اجتماعية كبرى، أم أنه الديموغرافيا في الجزائر مثل ما كان يقول بعض الخبراء أنها بدأت تتراجع؟ في أي عصر اليوم؟ عصر ذهبي؟ لا لا لا. عصر فضي أم عصر برونزي؟ لا، نحن ما زلنا في العصر الذهبي للديموغرافيا الجزائرية الحمد لله. ولما أقول ديموغرافيا أقصد بها البنية العمرية للسكان الجزائريين. إذ أننا في فترة تنعم فيها الجزائر بأكبر نسبة من السكان الناشطين، ولما أقول سكان ناشطين هم سكان من 15 إلى 59 سنة الذين من شأنهم خلق ثروة والمشاركة في النمو. صحيح. الاقتصادي والاجتماعي. الفئة النشيطة. الفئة النشيطة. يعني الجزائر ما زالت يعني الكفة مرجحة إلى هذه الفئة. ما زلت بلد شاب. والكفة مرجحة أكثر لهذه الفئة النشطة منها الفئة المعالة. الفئة المعالة وهي فئة الشيوخ اللي راهي مرتبطة الذين خرجوا من الذين خرجوا من فئة النشاط يعني أو فئة الأطفال. صحيح. وهاتين الفئتين تعتمدان اصلا في حياتهما على فئه النشطين، فهي الفئات المعاله. نعم، ربما هو الوضع الحالي سيدتي هو وضع وصفتي انه عصر ذهبي، لكن الى متى هل هذه الحاله دائمه نبقى معولين عليها دائما، ام انه هي يجب ان نستغل قبل فوات الاوان؟ العائد الديموغرافي كان في وقت ما يسمى الهبه الديموغرافيه. هدية من الله سبحانه وتعالى للدول. الله سبحانه وتعالى جعلها في التركيبة السكانية لأي بلد لتكون دافعا للنمو الاقتصادي. كما قلت آنفا، هذه التركيبة هي لصالح فئة النشطين حاليا. وإلى متى؟ وهي ليست دائمة،
ليست دائمه، ليس للجزائر فقط ولكن على مستوى كل دول، لان الديموغرافيا راهي في ديناميكيه. وحسب تقديراتكم يعني انتم بما يخص الجزائر، الى متى والى اي مدى سوف نبقى بلد شاب وتبقى فئه الشباب الفئه النشيطه هي الفئه الغالبه؟ شكرا. اذا حسب بعض التوقعات يعني التي قمنا بها، فان الجزائر يعني حتى في الوقت الحالي نسبه شيوخ بدات وهذا يعني أمل الحياة يعني في الجزائر مليح، يعني كمؤشرات تدل على أنه أمل الحياة، تطور الصحة، تطور مختلف الخدمات الاجتماعية، هذا مليح. لكنه في المقابل راه ضوء أحمر من جهة أخرى، يا جماعة البلد الشباب لا يدوم، الشباب لا يدوم، وفئة سكان بالغين 60 سنة فأكثر هي في ارتفاع مستمر، هي الآن في نسبة 8%، ولكن ابتداء يعني حتى إلى غاية 2050 يمكن لهذه الفئة أن تتزايد بشدة. 2050 ابتداء من 2050 يعني تتفاقم هذا مشكل الشيخوخة الديموغرافية. وبالفعل إذا كانت هناك اتجاه نحو الشيخوخة، هذا يعني أن حتى فئة الشباب ستتغير تركيبتها. صحيح. لهذا فإن هذه يعني هذا المجال، هذا العائد ليس دائما. نعم. وعلى الدول أن تعمل على استغلاله في الوقت المناسب. خلينا سيدتي الآن نتوغل في الطبيعة الديموغرافية في الجزائر. طبعا الوضع الديموغرافي لكل دولة منها الجزائر، شوفوا الولادات، الوفيات، و درجة الخصوبة. كيفاش يعني لو نأخذ كل مؤشر في جهة، ما هو وضع الجزائر اليوم في الولادات تحديدا؟ في الولادات في الجزائر، الولادات يعني عادت لترتفع من جديد، ولكن هذا أيضا مرتبط بالتركيبة السكانية للجزائر، لأن الجزائر تتمتع بفئة النساء في سن الإنجاب 15-49 سنة، تقارب 10 ملايين امرأة في سن الإنجاب. كما قلت سابقا في الحديث لما كنا في الكواليس، قلت لك هناك يعني في أجيال فئات من الشباب أو زمر من الشباب التي وصلت إلى سن الزواج. صحيح. فهي بما أنها هناك زواج، فالزواج نتوقع الأقل مولود أول، فالزواج في الجزائر غايته عموما هو الإنجاب. نعم نعم. لأن الإنجاب ما هي لا يتم إلا داخل، ربما على فكرة نريد أن ينتهي الوقت قبل أن نتكلم عنها، قضية العدد المرغوب من الولادات في العائلة الجزائرية اليوم شحال؟ عدد المرغوب من الولادات في العائلات الجزائرية حسب الدراسات والأبحاث اللي قمنا بها والبحث الأخير اللي عملناه، والمسح الوطني المتعدد المؤشرات اللي قمنا به بالتعاون مع منظمة اليونيسف، هو 3 أطفال عند الأزواج، يعني الأزواج يعني في تفكيرهم يريدون أن تكون لديهم 3 أطفال. طبعا سيدتي ربما سؤال أخير وباختصار، هذه العائد الديموغرافي أنت طمأنتينا في أن الجزائر عندها فترة ذهبية، عندها فئة من الشباب هي تمثل الأغلبية الديموغرافية، ما زال الوقت يعني حتى نحقق طفرة اقتصادية إن شاء الله ونحقق تطور ما، لكن ما الذي ينبغي حتى نحمي هذا العائد الديموغرافي؟ ما الذي ينبغي، ما الذي يحتاجه هذا العائد الديموغرافي باش نستغلوه في أفضل استغلال؟ فعلا الجزائر هي في فترة يمكن لها أن تستفيد من هذا العائد الديموغرافي، لأنها قامت باستثمارات كبيرة جدا في 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 الصحة، في التربية، في 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 كل ما يتعلق بتمكين المرأة والقضايا السكانية يعني بصفة عامة. يعني الجزائر عندها الإمكانيات اللازمة فبنيتها السكانية تسمح بذلك، قلنا تتمتع بفئة شباب وبفئة نشيطة عالية على مقارنة بالفئة المعالة، عندنا مؤشرات جيدة في التعليم، في التمدرس، بما في ذلك تمدرس البنات الفتيات. صحيح، وهذه ربما المعضلة اللي خرجنا منها. عندنا فيما يخص تمكين المرأة، عندنا المرأة الآن تتمتع بكل حقوقها وبكل، وهي موجودة في كل الميادين حتى على المستويات السياسية العليا،
يعني نحن في الطريق، لكن يجب أن نفكر أكثر فأكثر. صحيح، في هذا المفهوم لا تفوتنا هذه الفرصة. على الأقل أنه هذا المؤتمر وهذا الملتقى اللي نظمته وزارة الصحة وسكان صلاح المستشفيات أعطانا مصطلح العائد الديموغرافي حتى نضيفوه ربما للاهتمامات تاعنا، عائد صناعي، عائد تجاري، عائد زراعي وما إلى ممكن ذلك. ممكن ممكن، فهو هذا العائد هو دفعة سنكود بوس. نعم. دفعة للتنمية تقدمها لها التركيبة السكانية، ونحن أحوج ما نكون إليها. أشكرك جزيل الشكر سيدة نادية جرعون مديرة فرعية الاستشراف واليقظة الديموغرافية بوزارة الصحة والسكان إصلاح المستشفيات. طبعا هو موضوع تقني جاف، لكن السيدة جرعون حاولت أن تعطينا يعني نظرة عنه وماذا يعنيه. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام عدد اليوم من البلاد اليوم، إلى مواعيد أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.